السلام عليكم. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش شرح شابتر 2. شابتر 2 ان شاء الله سهل وقصير، بس يكون مشاكله في المعادلات. طبعا بالشابتر السابق حكينا عن اذا عندنا سيستم سنجل ديجري اوف فريدم اندامد فري فايبريشن. بس احنا بالواقع يعني مستحيل انه احنا نهمل تاثير الاحتكاك، تاثير الدامبنج والى اخره. فهاي الكونديشن هي ايديال كونديشن، فاحنا صعب انه نهملها لانه هي مش موجوده اصلا بالواقع، هي بس كانت بناء على الشرح. عشان هيك بنبلش نحكي عن الدامد سنجل ديجري اوف فريدم. لو بدنا نحكي عن الفيسكوس دامبنج، الفيسكوس اللي هي زي الاحتكاك يعني، فبقول لي انه احنا في عندنا انواع او فورس وفيلوسيتي ديسبليسمنت بتكون عكس اتجاه الحركه واللي بسموها فيسكوس دامبنج. هسا بدنا نحكي الـ equation of motion. كالعادة الـ equation of motion راح تكون بناء على single degree of freedom، ماس واحدة في عليها قوة force، قوة spring، وقوة damping force. وعند الاتجاه زي هيك ونفس الفكرة، بطبق دي لامبرت برنسبل، فبيطلع معي المعادلة m u دبل دوت زائد c u دوت زائد k في u يساوي زيرو. يعني احنا زدنا على الحد السابق، زدنا مين؟ زدنا حد الدامبنج. لما ما كان عندي باء دامبنج كانت هاي زيرو. ليش؟ انا ما عندي سي. السي هي كوفيشنت اوف دامبنج، السي هي كوفيشنت اوف دامبنج، تمام. فهاي المعادله لو بدي احلها كيف بتنحل؟ طبعا معروف، راح نفرض اي الحل، اي قوه ار في تي الواي سوليوشن مثلا. وبعدين نحكي ايش نحل، والاي قوه اي قوه ار في تي بتروح، وبتصفي اخر شيء المعادله ام في R تربيع زائد C في R زائد K يساوي زيرو. هيك بصفي آخر شي حل المعادلة، أو هاي differential equation. هاي لما بدي أجي أحلها تطلع معي، لأن مش راح أقسم على M والسالب، فراح أحل على قوانين الرياضيات إنه الجذر راح يكون عبارة عن إيش؟ سالب B زائد أو ناقص، نسيت القانون صراحة، بي تربيع سي تربيع يعني، زائد او ناقص جذر المميز كان لي سي او سالب سي ناقص، اللي هو القانون الطويل هذا اللي فيه جذر، نسيته صراحة. المهم بيطلع معي هذا القانون اخر شيء، انه بي 1 انه الحل الاول، يعني هو سماه بي ان بسميها ار، انه الحل الاول بيكون بعد، طبعا بعد ما قسم على ايش؟ على ام. يعني هو مش قسم على ام، هو القانون اصلا فيه 2 اي او 2 ام يعني مقام في القانون، تمام. فبالتالي انا عندي حلين، اما في موجب سالب، اما في موجب قصدي، واما في سالب. عشان هيك سماهم بي 1 وبي 2 تحت بعض زي هيك، انه بس الفرق بينهم ايش؟ الاشاره. هسه الفكره انه احنا هذا الجذر اللي هو بي 1 وبي 2، الجذر اللي جوا، هذا الجذر اللي جوا في له 3 حالات، اما يكون زيرو او بوزيتيف او نيجاتيف. هيك الـ3 حالات، يعني ممكن يكون كي على ام اكبر من السي على 2 ام تربيع، عادي يعني شيء طبيعي. فإله 3 احتمالات. هسه الفكره انه لما يكون صفر، لما يكون زيرو، هذا يكون زيرو، شو بيكون السوليوشن؟ سالب سي على 2 ام، انساك من السالب، سي على 2 ام مش سالب الاحتكاك، يعني سالب سي على 2 ام بيكون زيرو. بسموا هاي الحالة كريتيكال دامبنج، بسموها كريتيكال دامبنج. هسا لما يكون بوزيتيف بسموه اوفر دامبنج. ولما تكون نيجاتيف بسموه اندر دامبنج. هون راح نحل سوالف كومبلكس كونديشن ونرجع لكوساين وساين. طيب اما الاقتران الاول والثاني ما في لا ساين ولا كوساين، الاقتران هذا وهذا ما في ساين ولا كوساين. شو معنى ما في لا ساين ولا كوساين؟ يعني لما بدي ارجع ارسم الرسمة تبعت اليو اللي هي الديسبليسمنت مع التايم او مع التي هي الناتشرال بيريود، شو راح يطلع معي؟ راح تكون معي هاي واي نوت، يو نوت قصدي، يعني الانيشال كونديشن. وبعدين شو بدي تطلع؟ تطلع الرسمة زي هيك. بس هاي لما يكون عندي بوزيتيف او نيجاتيف، بس الفرق بين البوزيتيف او زيرو قصدي. بس لما يكون زيرو الكريتيكال، بس الفكره بين الـ3 حالات انه الكريتيكال دامبنج
انه لو فرضنا انه عندنا باب، هذا باب فتحته انا بجهة، راح يروح الباب ويرجع عادي بسرعة سكر. هسه هاي هي الكريتيكال دامبنج. اما الاوفر دامبنج لا، بروح الباب ولكن برجع ابطا، بطول 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 ليرجع، يعني بده وقت طويل جدا. الاندر دامبنج بتلاقيه بيروح وبيجي، بيروح وبيجي، بيروح وبيجي، واللي هو الحركة اللي احنا بنصمم عليها بالواقع، انه يصير عندي اوسيليتر، صار عندي اوسيليتر، فعندي ثلاث حالات، الكريتيكال والاوفر نفس الاشي، بس الاوفر تحتاج وقت اطول لحد ما ترجع لوضعها الطبيعي. اما الاندر دامج بصير تروح وتيجي، عشان هيك في اقتران ساين كوساين. دائما كلمة اقتران ساين كوساين يعني شو؟ يكون زي هيك. بس بدنا نعرف شغلة، انه في حالة الدامج شو بيعمل؟ الدامج بتقلل لي من الاوسيليتر، عشان هيك قلنا احنا بنحط كتلة حديدية او بنحط القواعد تحت، القواعد تحت عوازل تعزل المبنى عن القواعد بحيث انه يخف الاوسيليتر. فبتلاقي الحركة كيف؟ مثلا كانت عالية بعدين بلشت تقل زي هيك، بتصير حركة هيك، بتصير حركة ايش؟ الاندر دامينج. الاندر دامينج بتلاقي ايش؟ كان عالي بصير يقل شوي 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 ليرجع لوضعه الطبيعي. بس شو بهمنا احنا كالعادة دائما؟ المعادلات، كيف نحل المعادلات؟ طبعا هذا هو الحل تبعي، هذول السي 1 والسي 2 من الانيشال كونديشن اللي لازم يعطيني اياهم عشان احل. والاي قوة بي 1 في تي اللي هو هذا الحل كامل، وبي قوة توي. فهسه بدنا نرجع نحكي عن الكريتيكال دامج. الكريتيكال دامج حكينا انه قيمة الجذر تساوي زيرو، فبالتالي بيطلع معي السي، شو بنسميها؟ سي كريتيكال، لانه كريتيكال دامج من كريتيكال دامج. يعني في السي كريتيكال على 2 ام، كل تربيع تساوي كي على ام، فبالتالي بصفي عندي انه السي كريتيكال، سي كريتيكال بتساوي 2 في جذر الكي في ام. هذا هو القانون. طب ممكن اشتق قوانين ثانيه منه؟ بقول لك اه، ما احنا بنعرف انه لو ضربنا في كي، لو ضربنا في كي قسمنا على ام، شو بصير عندي؟ بصير عندي مش ضربنا في، ضربنا في كي قسمنا على كي، لو ضربنا في كي قسمنا على كي، فشو بتصير عندي؟ جذر الام على كي اللي هي واحد، واحد على اوميجا، يعني في اوميجا بالمقام، فبتصفي عندي ايش؟ 2 كي على اوميجا، 2 كي على اوميجا. كيف صارت؟ ام على اوميجا، ام على كي تحت الجذر هي اوميجا في المقام، ما هو الجذر، ما هي الاوميجا جذر الكي على ام، فجذر الام على كي هي واحد على اوميجا، وكي تربيع بيروحوا مع الجذر، شو بصير عندي؟ كي، ف2 كي على اوميجا شو هي؟ السي كريتيكال. وممكن تكون 2 ام في اوميجا. كيف؟ احنا الاوميجا لو فصلناها انها كي على ام قوة نص، قوة نص، لما انت تشيل الكي مع الكي انه بصفي نص، بصفي نفس الاشي انه اوميجا بالمقام. تمام، هاي هي الفكرة. فبالتالي انا الحل الاول، الحل الاول بعد ما احل المعادلة التفاضلية بوصل للحل هذا، اللي هو شو هذا الحل؟ اللي هو حل الكريتيكال دامبنج. وهذا الاشي اهم، اقول لك بشكل صريح ما بيجي بالاختبار، لانه ما يعني ما له داعي، يعني ما بنصمم احنا لا على كريتيكال ولا على اوفر دامبنج، احنا بنصمم على اندر دامبنج. يعني انا لو بدي افوت الاندر دامبنج مباشره ما عندي مشكله، ولا واحد راح يكون هاي، بس واحد بهم انه يشرح كل سكشن في الكتاب. فاليو اف تي هي سي 1 زائد سي 2 في تي في اي قوه ماينس سي كريتيكال على 2 ام تي. طيب ليش في عندي سي 1 وسي 2 في تي؟ ما هو حل معروف في معادلات الدف، انه اذا عندي حلين نفس الاشي، الروتس نفس الاشي، شو بصير عندي؟ واحد بضربه بتي وواحد بضربه شو بتي، يعني معروف انا من ايام الرياضيات والماث. فبالتالي هاي حل هاي المعادلة، حل سهل جدا، بيعطيني initial condition بشتقه بحل زي ما أوجدنا ال A وال B في الشابتر الأول. كيف كنا نحكي؟ نفرض عند ال U صفر بيساوي صفر مثلا، وعند ال U أو عادي عند ال U خمسة بيساوي كذا، وعند ال U dot بيساوي كذا، وبحلهم وبحل المعادلة. هاي هي ال critical damage. ال over damped system بقول لي إنه إذا كانت C أكبر من C critical، مش بتساوي C critical اللي هي موجب، ال C critical zero، يعني عند الزيرو بما معناه. هسه اوفر دامبنج السي بوزيتيف، يعني اكبر من الكريتيكال، اكبر من الزيرو، فشو بكون عندي؟ بكون عندي الحركه اللي رسمتها انا قبل شوي، والمعادله اللي راح احل عليها هي نفسها الايكويشن 2.4. شو ال 2.4 هاي؟ اللي هي هاي اللي تحت، اللي هي حل هاي المعادله بس بي 1 وبي 2. انت ايش شو انا طلع معك بوزيتيف؟ وانت معك كل الارقام، فانت بتحسب هذا الحد بيطلع معك ايش؟ جواب.
هذا الجواب بتحطه هون بتحطه هون من الأشياء كونديشن بتحل. فهذا هو هيك حل هاي المعادلة، حل هاي المعادلة بالأوفر دامبنج. هسا الأندر دامبنج كونه في سالب بتصير في عندي I، وكيف نتخلص من الI؟ نعرف إنه كونه E قوة I في X، كوساين الإكس زائد I ساين الإكس هاي، وبعد ما تحل المعادلة توصل للإشي القانون النهائي تبعه، بنوصل للقانون النهائي تبعنا واللي هي قوة E قوة سالب زيتا في أوميجا في تي، يو كوساين أوميجا دي في تي زائد في نوت في يو في زيتا في أوميجا على أوميجا دي ساين أوميجا دي في تي. تمام، هسا مر علينا مصطلحين جداد بهاي القانون واللي هي زيتا واللي هي أوميجا دي، هذول المصطلحين جداد علينا. أما باقي ما تبقى من القانون هو نفس الفري فايبريشن، هيو يو كوساين أوميجا تي من نفس القانون، في أوميجا في نوت على دي على أوميجا في ساين أوميجا تي. ترى هذا القانون، هذا القانون شامل، يعني أنا لو بدي أحل هذا القانون على أندامت ودامت نفس الإشي. ما هو أصلا لما يكون أندامت تكون الزيتا هاي زيرو، هسه بشرح شو الزيتا. فلما تكون هاي زيرو هذا زيرو وهذا بصير واحد، صفي نفس القانون. تقول لي أوميجا دي، أوميجا دي هسه بعطيك قانونها. فبالتالي هذا القانون، هذا الريسبونس، هذا قانون الريسبونس شامل التشابتر الاول والثاني. بكل بساطه اذا السيستم اندامت بتكون زيتا صفر فبتحل طبيعي، اذا دامت بتعوض القيمه اللي هي اللي بدنا ناخذها. طيب هسه شو اللي بصير عندي؟ قيمه زيتا هي قيمه الدامبنج على سي كريتيكال، سي على سي كريتيكال. فبالتالي اذا انا السيستم عندي كريتيكال دامبنج فبتكون الزيتا، هاي الزيتا بساوي واحد. شو يعني واحد؟ يعني 100%، هاي النسبة، ما هي تكون ايش؟ 100%. فبالتالي الزيتا بتكون واحد. فمتى بتكون واحد؟ لما يكون عندي السيستم كريتيكال. هسا اذا كانت اندر دامبنج فتكون اقل من واحد، يعني نلاقيها 0.5 0.05 2%. هسا هي عادة بالاندر دامبنج من 2 ل 10%، يعني خذها قاعدة. كل الأسئلة راح نحلها تكون 5%، 10%، 1%، وهكذا. هاي هي الزيتا. طب شو الأوميجا دي؟ الأوميجا دي هاي قانونها، أوميجا دي بتساوي أوميجا الأصلية في جذر واحد ناقص الزيتا تربيع. فبالتالي لو أنا الزيتا عندي صفر، يعني كان عندي أندامد سيستم، بتصير أوميجا دي نفسها أوميجا، وبصير القانون هذا نفس الفري فايبريشن اللي أخذناه سابقا. هسا فهذا القانون بقدر استعمله، ممكن اعمل نفس سلالة الالفا بالشابتر الاول كان سمبليفاي. وهذا القانون صراحة اللي اعتمد لنا اياه الدكتور، بس انت لو حليت عليه فوق اكيد نفس الاجابة. فهذا القانون الثاني اللي راح نحل عليه نوعا ما، وهاي الحل طبعا انه فين دي سي، حيث السي هاي ايش هي؟ عبارة عن الانيشال كونديشن، والفا احنا بنحسب تان الفا، ومن تان الفا بحسب مين؟ بطلع الفا، يعني باخذ تان انفرس، باخذ تان انفرس طبعا. وكونه انا عندي اوميجا دي فانا عندي كمان البيريود تبعت الدامب سيستم واللي هي 2 باي على اوميجا دي. شو اوميجا دي بشكل عام؟ هي اوميجا في جذر واحد ناقص زيتا تربيع. تمام، فهذا القانون ممكن استعمله، ممكن استعمل اللي فوق، الاثنين نفس الشيء. الفا بسموها بالعاده فيز انجل كانه. طيب هاي رسمة الكريتيكال دامب الاندر دامبنج. زي ما حكينا بنزل بطلع شوي بقل بنزل بقل والى اخره. فبالتالي شو بصير عندي انا؟ بقل السيستم، بقل الحركة. بيقول لي اذا كانت زيتا 0.1% اللي هي 10%، تكون قيمة اوميجا دي هالقد. ما تستعمل هذا القانون، دائما استعمل قانونك الاصلي. اوميجا دي بتساوي اوميجا في جذر الواحد ناقص زيتا تربيع. تمام. هسا بدنا نحكي عن اللوغاريتمت ديكريمنت. طبعا هسا احنا الشابتر هذا يعني بيخلص عند هذا السكشن، باقي السكاشن اتوقع ما في اصلا غير بس اكزامبل. طبعا راح نحل الاكزامبل في فيديو لحال مع بروبلم وبس، يعني فالشابتر يعني هذا شابتر قصير، يعني هو في عيار وفيديوهين ان شاء الله بكون خلص. هي الفكرة تبلش المادة ها تتحرك وتصير مهمة شوي من الشابتر الثالث، يعني الشابتر 1 و 2 هي اساسيات، يعني ما تتوقع انه ممكن يجي عليهم اسئله بالامتحان. هاي هي الفكره اللي بدي اوصل لك اياها. طيب هسه logarithmic decrement هاي كيف احنا بنقيس السي اللي هي الدامبنج كوفيشنت؟
أو كيف نقيس الدامبنج كوفيشنت باستعمال التجارب المختبر. فنستعمل اللي شيء اسمه اللوغاريثميك ديكريمنت، واللي هو رسم اسمه دلتا. دلتا له قانون، طبعا بعد الاشتقاقات له قانون، اللي هو دلتا بتساوي لين اليو 1 على يو، او العكس، لان اللي اليو نوت على يو، اتوقع يو نوت على يو، انا متاكد يو 1 على يو 2، يو 2 يعني اللي قبل على اللي بعد، اللي قبل على اللي بعد. شو الفكره هاي؟ احنا مش بنعرف انه الاندر دامج سيستم بتلاقي بينزل وبطلع، بينزل وبطلع، بينزل وبطلع بشكل اقل، فبالتالي القيمه اللي هون مش نفس اللي هون، ولا نفس اللي هون، ولا نفس اللي هون، ولا اخره، مش نفسهم القيم هاي، مش نفسهم. فبالتالي انا بقدر احسب الدامبنج كوفيشنت سي او الزيتا او الى اخره، باستعمال ايش؟ باستعمال الفرق بين القيمة، بين القيمة تاعوني. طيب كيف هاي نفس بنحكي، بنطلع احنا بنشوف قديش البي كون، والبي كون بقسمه مع بعض، باخذ اللين بطلع دلتا، ومن دلتا بحل طبيعي على القوانين اللي بدي اعطيك اياها. هيو في عندنا اكثر من قانون ممكن نستعمله، طبعا هم كلهم بيوصلوا نفس النتيجة. بنعرف انه الريسبونس هاي القيمة، نبلش نشتق تي 1 وتي 2 ونحل. طبعا لها اشتقاق، بس انا مش حاب اخوض بالاشتقاقات، فمش مهم كثير. هاي اشتقاقها، انه يو 1 شو بتساوي؟ خلص خلينا نحكي الاشتقاق. يو 1 شو بتساوي؟ هي عند زمن معين لو سميناها تي 1، اي قوة سي، يو 1 تساوي سي في اي قوة سالب زيتا اوميجا تي 1. طيب وين راحت احنا نطبق هذا القانون؟ طب تقول لي وين راحت هاي؟ بقول لك انا معتبر انه بيك، البيك يعني هاي واحد، البيك يعني هاي واحد، فشو صف القانون؟ سي في اي قوة سالب اوميجا زيتا في تي. فهاي الفكرة انه هاي واحد، ليش؟ انه بيك احنا ماخذين ماكسيمم، فصفت هاي. فاخذنا مرة ايش عند تي 1، واخذنا عند تي 2. طب تي 2 شو تساوي؟ احنا بنعرف المسافة بين تو بيكس هي تي دي، اللي هي الناتشرال بيريود، بس لانه دامبنج سميناها تي دي. فشو حكينا؟ تي 1 زائد تي دي. فلما ناخذ اللين وبنعرف انه بالاسس تطرح، فبتروح تي مع تي بتصفي تي دي، فبتصفي قيمة الدلتا واللي هي عبارة عن لين اليو 1 على يو 2 تساوي اوميجا في زيتا في تي دي. ممكن اختصره لهذا القانون، ما هو نفس الشيء، وهذا القانون من وين جاء؟ مي تي دي فيها اوميجا، واوميجا بالمقام صفر هذا القانون. فممكن نستعمل انه دلتا بتساوي هذا القانون، او تستعمل هذا القانون، وممكن نفصله اكثر في حالة الكريتيكال، اللي هو مصفي لهذا القانون. هاي القيمة تقريبا واحد، هاي القيمة ايش؟ تقريبا واحد. صفي عندي قيمة دلتا 2 باي على زيتا، 2 باي على زيتا، فعادي وتوصل، ممكن نوصل لهذا القانون. نشوف آخر قانون ممكن نوصله. أنا عندي كاتب يعني من ورا الشرح تبع الدكتور، حاط أكثر من قانون، حاط إنه السي بشكل عام هي مباشرة دلتا في جذر الكي على أم على باي. طب تعرف هاي شو أصلا؟ طب ما هي إحنا بنعرف إنه الزيتا هي سي على سي كريتيكال، بس احنا بنعرف انه الدلتا تساوي زيتا او 2 باي في زيتا. مش اخر شيء وصلناه هون؟ هيو فوق، هيو 2 باي في زيتا. فانا شو قلت الدلتا بتساوي 2 باي في زيتا، واللي هي سي على سي كريتيكال. طب سي كريتيكال شو هي؟ 2 جذر الكي في ام، مش هيك حكينا؟ 2 مع 2 بتروح، فسي شو بتساوي؟ رتب المعادلة، دلتا في جذر كي على ام على باي على باي. فهي قيمة الدامبنج كوفيشنت مباشرة بحسبها، بطلع الدلتا من اللين. الدلتا ما بتطلع الا من اللين او من القوانين هاي، بس انا ما بدي اياك تحفظ القانون هذا اللي هو زيتا 2 باي، انا بفضل تحفظ هذا وتحفظ هذا، هذول اهم قانونين طبعا، مع اللين اليو 1 على اليو 2. من كله نفس الاشي، بالنهاية بتصفي انك تشيل اشتقاقات، وهاي نفسها ترى الاصح هاي، بس الزيتا تقريبا واحد، تقريبا واحد، عشان هيك يعني هذا القانون نفس هذا، بس لانه هاي تقريبا واحد. طبعا ملاحظة مهمة، انه احنا لو بدنا نيجي نحسب الريسبونس ل
undamped الى damped single degree of freedom سهل، بس لما تحسب finish acceleration بدك تشتق، بدك تشتق قوانين طويله، فبالامتحان مسموح تجيب شيء اصلا. فانت شو الافضل؟ انه هذول انك لا تهتم باشتقاقهم، اشتقاقهم كثير طويل. هسه حلو انه نشتق بس طلع كثير صعب، فحاول انك تاخذ القانون هذا خلص، انك ما اشتقاق كثير صعب شوي يعني زنخ كثير، فاكتب القانون ودخله بالشيت وخلص. في حال طلب منك السرعة او الاكسلريشن في حالة الاندام سيستم، هاي حلو، هاي حلو. لا تاخذ هذول في حالة ايش؟ البيكس. احنا ما بدنا بيكس، احنا بشكل عام. طبعا بيقول لي انه الدلتا ممكن احسبها من كمان من التسارع، مش شرط اني احسبها من اليوم مباشرة، لا بقدر احسبها من التسارع. فلا يعني، فانت بالامتحان اذا جاب لك تسارع اكسلريشن او جاب لك ريسبونس انه بيكس، فنفس الاشي، بس السرعة لا، بس السرعة لا. تمام، خلينا نحل هذا الاكزامبل سريعا، هو خلص التشابتر، بس نحل هذا الاكزامبل والباقي من فصله. ها اكزامبل 2.1 بيقول لي a vibrating system consisting of a W 10، معطيني W وما يعطيني الكي، دائما خذها قاعدة، خذها قاعدة من هون لنهاية المادة. كان أعطاك الدبليو يعني الماس بما معناه، وأعطاك الكي فبقدر أحسب الأوميجا، خذها قاعدة. تمام، طب أقرأ المسألة، معطيني وزن ومعطيني كي، بحكي أنا أوميجا جبتها، هاي ها جبت أوميجا، طلعت معي 27.78. كيف جبتها؟ خلص هاي الشابتر الأول، مش راح نطول هذا الإشي. تمام، viscously damped so that the ratio of two consecutive amplitude is 1:2.85. يعني بما معناه أنا عندي رسمة جاية زي هيك، قال لي إنه القيمة هاي عبارة عن 1 والقيمة اللي بعدها 0.85، فشو بحكي لي؟ أحسب اللوغاريتمك ديكريمنت. طب نحن بنعرف إنه دلتا بتساوي لين اليو 1 على يو 2، طلع معي دلتا. فهو الفرع الثاني، الفرع الثالث بده الدامبنج ريشيو، بده زيتا. طب ما احنا بنعرف انه زيتا، او بنعرف انه الدلتا بتساوي 2 باي في زيتا، صح ولا لا؟ معي دلتا وجبت زيتا. طب بده الدامبنج كوفيشنت، طب ما انا بعرف انه سي بتساوي، سي بتساوي مش سي، انه انه زيتا بتساوي، طلعت من الفرع اللي قبل، بتساوي سي على سي كريتيكال. طب سي كريتيكال ما هي معي 2 جذر الكي في ام. طب معي الكي ومعي الام، معي الكي ومعي الام، هاي وزن بقسمها الجاذبية بتصير ام، والزيتا جبتها بضربهم في بعض بطلع السي. والدامب ناتشرال فريكونسي، طب ما انا طلعت زيتا وطلعت اوميجا، بتجيب الاوميجا دي بتساوي اوميجا الاصلية في جذر 1 ناقص زيتا تربيع. فهيك انا من جبت الاوميجا دي، فالتي دي ناتشرال بيريود او الدامب ناتشرال فريكونسي اللي هو الاوميجا تي، اللي هي 2 باي على اوميجا دي، ومنه بجيب الاف دي اللي هي 1 على تي دي والى اخره. فهاي الحل، هاي الاوميجا جذر كي على ام، امورها بسيطه. لوغاريتمك ديكريمنت قلنا لان الياء الواحد على 0.85 طلع معي 0.163، فبالتالي زيتا شو قال لي؟ هي عباره عن دلتا على 2 باي، احنا قلنا دلتا تساوي 2 باي في زيتا. بعدين السي كريتيكال شو قال لي؟ السي بتساوي سي زيتا في سي كريتيكال، سي كريتيكال قلنا 2 الجذر الكي في ام، وهيو قسمة الجاذبية عشان تصير وزن. والناتشرال بيريود او الناتشرال فريكونسي الاوميجا تي هي اوميجا في 1 ناقص زيتا تربيع. بس ممكن تطلعها بقانون ثاني، احنا بنعرف انه احنا لوغاريتمك ديكريمنت اللي هي دلتا تساوي زيتا في اوميجا تي دي. انا معي اوميجا ومعي زيتا ومعي دلتا، بجيب تي دي ومن تي دي بجيب اوميجا دي، بصير كله نفس الاشي، كله نفس الاشي. طيب هسه هدفي من هذا التشابتر، هسه ظل موضوع صغير، ظل موضوع صغير يعني هو اشتقاق شغلة معينة. هسه بس هدفي انه انت دائما تعرف كيف تحسب، كونه معطيني تو امبليتيود، فبقى انا خلاص خذها قاعدة، بقدر احسب اللوغاريتمت، بقدر احسب الدلتا، ومن الدلتا بقدر احسب زيتا. لا تضيع وقتك في هذا الاشي، انت صرت تحكي والله زيتا مش معي، وهو معطيك تو امبليتيود ورا بعض، بقول لك مباشرة انت طلعت دلتا مباشرة، مش طلعت دلتا، طلعت زيتا مباشرة. انت لما تطلع زيتا خلصت مسألتك، ما انت معك وزن وكي. فالسؤال بفرض، دائما خذها قاعدة بالدام سيستم، اذا جبت زيتا السؤال بفرض وبس. طب هسه بدنا نحكي عن اللوغاريتمك ديكريمنت نوعا ما، شوي نفصل شغلة معينة. هسه احنا بنعرف انه احنا السيستم قلنا عنا هيك،
وآخره بصفر مثلا. هسا بنعرف انه المسافة بين تو سكسسيف ويك، يعني اذا هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاث وهاي اربعة، بين الاول والثاني بطلع لي دلتا، بس ما بقدر اقول دلتا بين واحد وثلاث مباشرة، بقول يو 1 على يو 3 غلط، لانه ما بطلع لي الدامبنج بين، دائما الدامبنج بكون بين ثنتين ورا بعض، يعني بين واحد واثنين او بين اثنين وثلاث او بين ثلاث واربعة. فبالتالي هسا مرات بيجيني نوع من الاسئلة راح نحلها ان شاء الله بالفيديو الجاي، انه اذا عندي بالوضع الاول كان هالقد، بالوضع السادس كان هالقد، فبالتالي بيقول لي احسب دلتا واحسب زيتا واحسب زي المطاليب هاي. طب تقول لي كيف احسبها؟ بقول لك احنا بدنا نشتق قانون خاص فينا، طبعا موجود في الكتاب هون، واللي هو احنا بنعرف انه لين اليو 1 على يو 2 بيساوي دلتا. طب بس مش ممكن اني اضرب انا في يو 2 على يو 3 واضرب في يو 3 على يو 4، مي هاي نفسها راح تطلع يو 1 على يو 2، او راح تطلع بعد ما ضربت انا، يعني انا اذا كنت بضرب في شو بقسم على نفسه يو 4 على يو 5 ولا اخري، طبعا كلهم جوا اللين، كلهم جوا اللين، فشو بتصفي؟ يو 2 بتروح مع يو 2، يو 3 بتروح مع يو 3، يو 4 مع يو 5، يو 5 مع كذا، فبصفي عندي بقدر احكي لين الانيشال على يو كي، الكي يعني بعد شيء معين بيساوي دلتا، بس ما بقدر اسوي نفسه. ليش؟ لانه انا بعد ما فصلت اللين كان عبارة عن ايش؟ دلتا بس، لين لين اليو 1 على يو 2، بعدين بصير زائد لين اليو 2 على يو 3، زائد بعد ما فصلتهم. هسا هي كانت انها نفسها كناحية ضرب وقسمة، بس انا ما بدي اضرب وقسمة، بدي اخليهم زي هيك، لين اليو 3 على يو 4 والى اخره. فبالتالي اذا بتلاحظ انه هذا بيعطيك دلتا ناتج عن 2 ورا بعض، وهذا دلتا عن 2 ناتج ورا بعض، ودلتا عن ناتج عن ورا بعض. فبالتالي بقدر اقول انه دلتا بعد فتره زمنيه معينه هي، او نقدر نحكي زيتا اوميجا تي دي، انه بصير احكي هي عدد السايكل، يعني هاي 1 سايكل، هاي 2 سايكل، 3 سايكل، 4 سايكل، هاي السايكل الاول، هذا السايكل الثاني، هذا السايكل الثالث. فبالتالي بيكون هو عباره عن ايش؟ دلتا العادية ضرب كي. يعني أنا بقدر أوصل للنتيجة النهائية، بس خليني أوصلكم إياها، هاي هذه هي، هاي اللي أنا حكيت عنها، يو على يو كي شو بتساوي بشكل عام؟ يو نوت على يو 1، يو 1 على يو 2، قلنا بتصفرهم مع بعض بتصفي آخر شيء يو على يو كي. طب مش هاي شو بدها تساوي؟ طب ما احنا بنعرف إنه كل لين من هذول شو بيعطيني؟ بيعطيني دلتا، فدلتا زائد دلتا زائد دلتا زائد دلتا زائد دلتا، شو يعني؟ كيف دلتا؟ فبالتالي انا بستنتج انه عندي قانون جديد، انه اذا عندي انا بقدر احكي انه دلتا بتساوي لين اليو نوت على يو كي مقسوم على كي. شو معنى هذا الحكي؟ بحكي كي مش اللي هي الكي، يعني خلينا نسميها ان، يو ان، عشان ما تخربطش بينها وبين الستيفنس. يعني بكل بساطة إذا بدي عند أول سايكل بقسم على واحد، بقول اللي كنا نحكي عنه قبل، لو بدي عند السايكل الثاني، يعني أنا كان معطيني بس، كان معطيني زي هيك، معطيني هاي واحد مثلا ومعطيني هاي بوينت ثمانية. هسا أنا بعرف إنه بين هاي وهاي سايكل، هاي أول سايكل، ما بقدر أطبق على القانون، أنا بدي أخذ بين واحد واثنين مباشرة، فبقول هون بحط واحد وهون بوينت ثمانية مثلا، هون بحط اثنين بقسم على اثنين وهكذا. فهي كل افكار التشابتر ان شاء الله، بس بصفي علينا نحل بروبلم، طبعا معروف دائما الاكزام بالاخير بكون باستعمال الماتلاب، وهذا السمري. هاي خلينا نحكي عن السمري، انه في حال هذا الكويشن اوف موشن تبعي بعد ما احلها في عندي ثلاث حلول، اما كريتيكال تساوي واحد او اكبر من واحد او اقل من واحد. فاحنا قلنا فور، شوف ركز بالكتاب على اندر دام سيستم، بس انه السوليوشن تبعها هالقد، واللي هو هاي السوالف اللي بديها، الاوميجا جذر كي على ام ان دامد فريكونسي اخذناها بالفصل الاول، والاوميجا دي هي دامد فريكونسي، بتكون قانونها دائما اوميجا في جذر واحد ناقص زيتا تربيع. وحكينا عن الزيتا اللي هي الدامبنج ريشيو، حكينا عن الكريتيكال هي هالقد، واليو نوت والفي نوت هي الانيشال ديسبيسمنت وفيلوسيتي، وحكينا كمان بنقدر نحسب ايش اسمه دلتا اللي هو لين اليو 1 على يو 2، واللي من خلاله بقدر احسب الزيتا. بس وصفينا بروبلمز، ان شاء الله بالفيديو الجاي راح نحل بروبلمز فقط. يعطيكم العافية.